الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد انطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته 12 في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات. الحدث المهم ده كان بحضور ممثلي وفود 181 دولة، والحدث ده بيحصل في مصر كأول دولة إفريقية تستضيفه من 20 سنة تحت شعار كل شيء يبدأ محليا، لنعمل معا ومن أجل مدن ومجتمعات مستدامة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، معانا على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وبعد التحية لو حضرتك تكلمنا أكتر عن هذا المنتدى، توضح لنا ما اشتملت عليه فعاليات أول أيام انطلاق المنتدى الحضري العالمي في دورته الـ 12. اهلا وسهلا، صباح الخير على حضرتك استاذه جمانه واستاذ محمد وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها. خليني ابني على كلام حضرتك واستاذ محمد فيما يتعلق بالمنتدى الحضري العالمي اللي مصر فازت بتنظيمه من 3 سنوات، وبناء عليه تم التحضير من كل وزارات الدوله المصريه في مقدمتها وزارتي التنمية المحلية والإسكان وكذلك الأمر وزارة الخارجية المصرية. كل الحشد النهاردة احنا بنتكلم على مشاركين في المؤتمر يزيد عن 30,000 مشارك، زي ما حضراتكم شفتوا أمس رفع علم مصر والأمم المتحدة بدءا لبداية يوم أمس وافتتاح سيادة الرئيس لهذا المنتدى وعرض للتجربة المصرية وكذلك تبادل الخبرات مع دول العالم، بنتكلم 180 دولة. كذلك الأمر رؤساء وزراء دول وزراء معنيين بملف إدارة الحكم المحلي والإسكان، وكذلك الأمر سادة نواب وزراء يزيد عن 300 من الحضور، بالإضافة إلى السادة محافظي على مستوى العالم. امبارح كان هناك طبعا بالإضافة إلى هذا وذاك المعرض المقام في المنتدى واللي بيضم 115 عارض على مستوى العالم. وأنصح يعني كل من يسمعني إن هو يعني يروح ويحضر الفعاليات ويشارك. الفعاليات على درجة عالية جدا من الأهمية، زي ما أكدت مع الوزيرة الدكتورة منال عوض أن خلال المنتدى إن شاء الله هيتم إطلاق مبادرة تطوير الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية، كذلك مبادرة أطلس المدن المصرية ضمن مبادرة المدن المصرية القائمة المستدامة. وكذلك الأمر ده بيعبر عن شيء مهم جدا، وهو أن استضافة مدينة القاهرة العريقة للمنتدى الحضري العالمي كثاني مدينة أفريقية تحمل مدلولات عديدة بتعكس أهمية القاهرة وخاصة وبيعزز مكانتها كوجهة عالمية للنقاش. ده بيعكس يا دكتور خالد حضور بيعكس حضور القاهرة تاريخيا زي ما حضرتك ذكرت، هو الحدث الأهم أو الثاني في أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ. عايز اسال حضرتك، يعني اللي بيتابعنا دلوقتي وما عندوش معلومات او خلفيه عن المنتدى الحضري العالمي او معلومات كافيه، اهميه هذا اللقاء على ارض مصر وتحديدا القاهره وتبادل الخبرات المختلفه في تطوير المدن وعمل هذه المعادله ما بين التطوير العمراني والحفاظ على خصوصيه وهويه المدن المختلفه. أشكر حضرتك على السؤال، لأنه فعلا المنتدى هيمكننا من استعراض التراث الثقافي المعماري للقاهرة كنموذج، وبيظهر كيف يمكن للمدن أن تجمع ما بين الحداثة والهوية الثقافية. ليه؟ لأنه استضافة المنتدى الحضري بيمثل لنا فرصة تاريخية لإبراز دور المدينة كمحور للنقاش حول قضايا التنمية الحضرية وكذلك تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. كذلك الأمر يا فندم هيتناول عديد من الفعاليات والنقاشات اللي هتسهم في تقديم حلول مبتكرة للقضايا الحالية ذات الصلة بالتحضر، والمناقشات دي هتضم كل أصحاب المصلحة، كذلك الأمر الجمهور حوالين كيفية تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وكيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ده قائم على الشراكات والتوطين هم الأساس لدفع الحلول المحلية وتعزيز الاستدامة. بالإضافة إلى هذا وذاك يا فندم، هيتم عرض كذلك المشروعات التنموية الحضرية العملاقة اللي أقامتها الدولة المصرية خلال ال10 سنين الماضية، لا سيما العاصمة، باعتبارها
نموذج هام لمدن الجيل الرابع في مصر، وكذلك الأمر إمكانية تحقيق التوازن والتجربة الفريدة دي عشان تنمية مستدامة متوازنة قادرة على أنها تلبي احتياجات اليوم الحاضر والمستقبل، وكذلك الأمر تعزيز سياسات اللامركزية وتمكين الإدارات المحلية عشان تقدر تكون قادرة على أنها تحقق أهداف الأجندة الحضرية. وأهم من هذا وذاك أنه إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة. عشان كده المنتدى هيناقش موضوعات في غاية الأهمية. الموضوع الرئيسي للنسخة الـ 12 دي هو أن كل شيء يبدأ زي ما حضرتك تكرمت من النطاق المحلي، وبالتالي العمل من المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة. وده هيناقش كل موضوعات على درجة عالية جدا من الأهمية لمعرفة السياسات الحضرية الوطنية والدولية في التعامل مع هذه الموضوعات. وهو الموضوع الأول السكن للمستقبل، والموضوع الثاني المدن وأزمة المناخ، والموضوع الثالث معا أقوى، والموضوع الرابع هو تمويل توطين أهداف التنمية المستدامة. يعني الأهداف ممكن تقف قدام عفرة التمويل، يبقى كيف آليات عملية التمويل. كذلك الأمر علشان انطلاقا للحداثة هو العصر الرقمي المرتكز على الإنسان، لأن كل شيء يبدأ من الإنسان. والملف الأخير وهو على درجة عالية جدا من الأهمية وهو فقدان السكن. علشان كده يعني إن شاء الله يعني هنستعرض جهود وزارة التنمية المحلية إن إحنا نشتغل على تقليل الفجوات التنموية بين الريف والحضر، وده عن طريق دورة المشروعات القومية تطوير الريف المصري حياة كريمة، وسد الفجوات اللي حصلت ما بين الوجهين البحري والإبري عن طريق برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر. طيب دكتور خالد، خليني أعرف من حضرتك، بما إحنا بنتكلم عن المشاركة، عايزة أعرف من حضرتك مين الجهات والوزارات المشاركة من طرفنا، وكمان مين أبرز الدول المشاركة في المنتدى، وكيفية الاستفادة من الخبرات وآلية حتى يمكن تطبيق هذه الخبرات أو الاستفادة منها. يعني خليني أقول لحضرتك زي ما قلت في بداية كلامي، وزارات التنمية المحلية الخارجية، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، محافظة القاهرة، بالإضافة إلى هذا وذاك كل وزارات الدولة المصرية ساعدت في تقديم الخدمات اللوجستية. عندنا وزارة السياحة والآثار والفعاليات اللي هيشهدها المتحف، الأمر وزارة الداخلية، وكذلك وزارة الدفاع، كذلك وزارة الطيران المدني. يعني أنا عايز أقول لحضرتك كل وزارات الدولة المصرية بتشتغل. طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال مع دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات.